لازم نوصلوا لها ونجيبوها هنا نخلصوا من الموال ده. زي ما قلت يا تاجي يا تموت، بدل ما تسيب لنا الواد نربيه وتروح تتجوز بفلوسنا وتبقى ارتحت. ايه اخبارك مع دميانة؟ مسألة وقت. قلت لك يا ابوي ما تقلقش، انا مالي يدي. ما سمعتوش الخبر؟ خبر ايه انت كمان؟ مش دميانة بتتجوز عزة دلوك؟ الكلام الفاضي اللي انت بتقوليه ده؟ واه روح الكنيسة وانت تعرف. اهو ترتيبكم كله راح في الهوا. وتفتكر اتجوزته ليه فجأة كده؟ أكيد حد قال له على مكان المقبرة. وين بس اللي هيقول لها؟ دي لا في مصلحتنا ولا في مصلحة عمي عبد الجبار ورجالته. اهو اللي حصل. طب والحل؟ الحل عند عزت. عزت مين ده؟ دميانة هي الراجل وصاحبة الأمر والنهي. عيب يا واد ما تقولش كده. ده برضه راجل. ويكون في معلومك الراجل ده راح وجه سافر العراق وغيرها، يعني والد سوق واكتر منك كمان. موضوع عايز سرعة قبل عبد الجبار ما يسبقنا. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.